لانه نحن دايرين نصل معك لعلاقه حقيقيه بدون اي مجامله. لكن النقاش بتاعنا برضو مش عشان نركز على اوجه الخلاف، على اساس انه كلنا نبذل مجهود ايجابي في انه الصفحه الجديده هي شنو زي ما عبروا الاخوان. ثانك يو فيري ماتش. اول حاجه طبعا شكرا للسيد الرئيس، وطبعا يوم سعيد جدا نلاقي السيد الامام الصادق المهدي والاستاذه الدكتوره مريم وايضا الاحبه من حزب الامه، وانا ايضا يعني بضم صوتي لكل الرفاق اللي اتكلموا ابتداء من الرئيس والدكتور جبريل والاستاذ ياسر عرمان، انه اليوم هو يوم سعيد للشعب السوداني وايضا يوم سعيد لنا كجبهه ثوريه أنه نلتقي مع هامة كبيرة جدا في نظرنا للحياة السودانية منذ عقود، حياة سياسية، وكثير من الناس هنا يعني ممكن يكونوا سموهم الصادق أو أنهم أعضاء بن أدوم الصادق أو الصديق أو المهدي، وأغلبيتنا هنا برضو نقدر نقول لك أنه جايين من خلفية بتاعة الأنصار وأنا منهم أبانا وكده. لكن يا سعادة الإمام، اليوم إذا نحن فعلا درنا نخط لبنة حقيقية لمستقبل السودان ونخاطب مشاكله الحقيقية، أنا درى أنت تسمح لي أنه نتكلم بالصراحة والوضوح وليس فقط العبارات الجميلة اللي استمعناها والدكتور والرفيق الأستاذ ياسر. إذنك معك أشكرك جدا بدون زعل. سعادة الإمام، نحن يعني نعتقد أنه في أشياء يجب أن نخطها بوضوح للأزمة السودانية أن نعتقده، واللي حزب الأمة جزء منه في تقديرنا، ولا نعتقد أنه حزب الأمة من اليوم يعني حزب الأمة القوم الجديد ده بيكون جديد فعلا بخروجنا من هنا. أنا بؤمن تماما أنه حزب الأمة حزب رائد، حزب ممكن يعمل تغيير حقيقي، وإنت في شخصك سعادة الإمام، لكن ده بيجي بمواجهة النفس والاعتراف بالأخطاء. سنة البشر أنه يخطئ، لكن الماسة هي أنه ما نحل الأخطاء بتاعتنا، وسنة الحياة أنه الناس يكون لهم مشاكل، وحتى في بيته كما الناس بيقولوا، ده مثلا بيقولوا الأستاذ ياسر عرمان كثير جدا، نزول في بيته برضه ممكن يكون عندهم مشاكل، لكن الماسة هي انه ما ندير مشاكلنا ونخرج به للنسبه لهم. يعني من اول حاجه نعتبر يا سعادة الامام انه المشكله بتاعت السودان مش الهامش والمركز. لانه حس الامام اذا كان اصولك انت من الشمال جاي من الهامش، لكن انت بدك تحولت للمركز. بدليل انه الناس الدارفور وكردفان اللي هو ناس الغرب الجغرافي والاجتماعي سواء كان في الجزيرة ولا في الشرق ولا في كل المكان الموجودين هم القواعد بتاع حزب الأمة. احنا مشكلتنا انه في مواطنة متساوية ما موجودة، في صفوة في السودان بتحكم الناس وبتستخدم الشعب السوداني بغض النظر عن جغرافياتهم ولا حتى اثنياتهم، بيكونوا في السلطة والناس اللي جابوهم في السلطة بنسوهم تماما. اذا لاحظت الحكومة القائمة دي حكومة الإسلاميين ديل، البشير خطابات وقال هو جا من أجل الغبش، والغبش يعني أنتوا كان ناس ضد الغبش، لكن في تاريخ السودان ما في زول مارس الإبادة والقتل والاحتقار والاختصاب والمرارات والتهميش اللي بتقولوا زي حكومة المؤتمر الوطني. يبقى الأزمة في السودان أنه في صفوة بتخيلوا أنه هم الخلق وأنه يحكم السودانيين، وحكم للسودانيين ما بيكون على أساس المواطنة، بيكون على أساس التبعية. سعادة الإمام، أن إحنا من أبناء الأنصار، وأنا لنا أسمح لي أتكلم أيضا. أنت في 86 جفت في مدينة زالنجي واجتمع الأنصار وأبهاتنا منهم، وبعد ما عربيتك قام بتحرك الناس بالحصين بالاسم شنو ده كانوا بيتبرقوا بغبارك، وانت كان قابل الحكايه ده بس ما جاب
طبعا يوم ما قلت للناس كمان انه السكوت يعني الرضا، بدليل انك انت يوم ما قلت يا انصار ما تعملوا كده، انا يعني قلت انه الكلام ده قد يكون شويه كده حار، لكن خليني اقوله الليله لانه انا جاري عشان نصالح نعم وعشان نمشي قدام، لانه الكلام اللي قاله ياسر ده بالضبط ده الخطوه اللي احنا دايرينه في النهايه انه يكون. اذا يا سعاده الامام، المشكله بتاعتنا انه دايرين انه ان احنا كسودانيين نعترف بالمواطنه المتساويه. الامام سليل الهادي، الامام المهدي الكبير، هو إكوال لعبد الواحد وإكوال لأستاذ اسمه شنو ده أحمد آدم وإكوال لرفيقنا الأستاذ وليد وهكذا الشعب السوداني وزكي طبعا لكن ده ما بالكلمات يا سعادة الإمام، ده لابد من أنه يخرج من أعماق الناس ومن سلوكهم ومن الاعتراف. سعادة الإمام، مناطق بتاع دارفور، جبال النوبة، نيل الأزرق، الشرك، دمور زوال، حتى كجبار وفي الخرطوم والجزيرة أبا مورس فيه إبادات حقيقية. سعادة الإمام، أنا يوم ما سمعت أنت ولا حزب الأمة بيعترفوا أنه في إبادة، ما سمعت، نعم أنا ما سمعت إطلاقا، بل بطريقة منظمة يا سعادة الإمام كونسيستنتلي كان ترى حزب الأمة وأنت بالتحديد كنت تقول لنا أن إحنا حركات مطلبية، أن إحنا معزولين من الجماهير، كان بتقول يعني المؤتمر الوطني نفسه كان ما بيقول زي ما ناس حزب الأمة وأنت على رأس الحزب سعادة الإمام كان ما قاعد تقول لنا كلام جميل، بل استمرت بطريقة منظمة لنا مخالب جد لإسرائيل وأنا بالتحديد وأشياء يعني ما تمت للإمام رئيس وزراء السودان اللي نعتبره، أنا شخصيا بعتبرك أنت رئيس الوزراء الشرعي لأنه لحد اللحظة ما غيروك، غيروك بقوة العسكرية ودم ناضل وشلنا السلاح من أجل أنه هم بيقولوا ما بيرجعوا الدولة كما كان إلا بالقوة العسكرية، فإحنا ما شلنا السلاح بس دفاع ولا مجبورين نو عشان نغير، أنا شخصيا شلت السلاح عشان نغير وقم ما حضرت دائما من وقت. طيب موضوع الدين والدولة سعادة الإمام، ليه أنا نتكلم عن الدين والدولة؟ إحنا كلنا هنا، إذا كان قرآن 100% ما بيزور بار القرآن أكثر مننا، وإذا كان من الناحية الأسرية آبانا وأجدادنا وأجداد أجدادنا وأمهاتنا وكلهم حفظوا القرآن، إذن الدين اللي إحنا ما بنكون عندنا معه مشكلة، لكن عندنا مشكلة في استغلال الدين في السياسة، عشان كده نقول فصل الدين من الدولة. كيف استغلال الدين في السياسة يا سعادة الإمام؟ الحكومة الجدة بعرابهم الدكتور الترابي قالوا إسلامية 100%، شالوا ملايين أو مئات الآلاف من الشباب السوداني وحتى الشيوخ والدوم الجنوب، وكانوا بيقاتلوا من أجل الدين أنهم دين مسلمين ودين كفرة يجاهدون. كذلك في دارفور القبائل الإفريقية دين وثنيين ويجاهدون بالجنجويت، وبعد ما انتهى يعني الترابي اختلف مع البشير وهو شاله من السلطة، قال هو ما بقصد حور عين ولا ما في حاجة اسمه جهاد حور عين، هو قال بقصد حور عين، وهو ده نفس اللي كان بيقول إسلامي لا شرقية ولا غربية ولا إسلامية مية، والليلة بيقول له الدين الإسلامي هو الدين العلماني والليبرالي. سودو حزب الأمة سعادة الإمام، أجدادنا آبانا والقريش والحسي ناس بمشوا بذرة ومتر بدا مزرعة الإمام ومتر في الجنة، هو نفس الاستغلال يا سعادة الإمام، هو نفس الحواري الحسي قاعدين في بيوت بتاع ناس الإمام وفي الجزيرة أبا وبقولوا بخدموم وأبنائهم بخدموم وبيقولوا يعني بمعنى خدم، وما في تصحيح لهذه الأشياء.
نفس المادة اللي كانوا بيصدروا لهم وبيغيبوهم. سعادة الإمام، أنا والدي رحمه الله قال لي أنه في الخمسينات قال الإمام عبد الرحمن المهدي جاء كاس كاد جم مدينة زالنجي وجاء وخاطب الناس وقال لهم يا جماعة إيال المدارس نار حارس. حينها سعادة الإمام بحوزتنا الموقر كان بقرأ في جامعة أكسفورد، يعني باسم الدين ناس دارفور والغرب دي اللي جهلوا أبنائهم. سعادة الإمام بيجيب رئيس وزراء لفترتين. ماذا عملت في تعليم ناس دارفور وكردفان والمناطق الشرق وغيرها؟ دي كلهم أنصار بتاعهم، وليس الإمام فقط، هو بالنفس الاستغلال بتاعة الدين أنه كمان ناس المرغني وعندهم لكات مشهورة قال بدي بخش في مزرعة الزول في الشرق ولا في الشمالية، وذول لأنه أي ملشة خطبوه خطوة ده هو بيشيله عشان كده قال حرام ما تمشي يعني اسمه شاله في ظهره. ماذا حصل لهذا التغيير للاستغلال ده؟ أنا شخصيا بقرأ لك سعادة الإمام، أنا في تقديري ده واحد من أكثر الناس تثقيفا في السودان، لكن إذا جينا شفنا السلوك بيختلف تماما من الأشياء اللي بتكتبوه. الهوية يا سعادة الإمام، الهوية السودانية ده لازم نخاطبها وبشفافية. السودان دولة متعددة الأعراق والثقافات، العروبة والإسلام ده مكون أساسي للسودان، لكن الكجور أنا حسي عبد الواحد ده من دارفور فوراوي أهلي للدين الإسلامي بعرفوه جيدا، لكن عندهم طقوسهم اللي بؤمنوا بهم في نظرة أنت قد يكون وثنية، وده استخدموا النظام نفسه على أساس يحاربوا الناس، بيقول لهم ديل ما عرب لكن ديل قال وثنيين يقتلوه مشان يطهروه، ده قد عملوا بصورة عنيفة. لكن أيضا حزب الأمة ما بريء من ذلك، والأمثلة بتاعتي شواهد كثيرة، أنا دار أختصر لكن دار أكون واضح أيضا. فالسودان الإفريقية العروبة كلهم ده والدين الإسلامي والكجوري والمسيحي وكل عبارة الدولة يكون منهم على خطوة واحدة سعادة الإمام. عشان كده دارت الهوية السودانية، احنا ما دارين انه نقسم الشعب السوداني، انه سعادة الامام ده هو الحامي للعرب وللاسلام وكأنه الاخرين اعداء، ده نحن وهم اللي نحاربه. ان احنا بقض النظر عن اعراقنا ولا جغرافياتنا ولا ثقافاتنا، سعادة الامام ان احنا شعب واحد. والمثل الرائع ضرب قبل شوية أن الناس من الغرب، الناس من الشرق، والناس من وين جنصر الإمام محمد أحمد المهدي، جوك سودانيين ما جوك عرق ولا ثقافة ولا دي جنوبيين المسيحيين من أجل الوطن. طيب موضوع المرأة يا سعادة الإمام، احنا ما دارين الدكتورة مريم تجينا هنا كالديكور، دارين المرأة دي نساوية، لأنه في الدين يا سعادة الإمام الله سبحانه وتعالى بيقول والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي مكملين للبعض سواهم. نحن فقط ما أعرف قاصر الدين وعقل، وده كلام ما صحيح. أنا أتمنى بعد طول العمر، لكن إذا سعادة الإمام يوم فكر أنه تستيب داون من السياسة، أن رئيسة حزب الأمة تكون الدكتورة مريم أو الأستاذة رباح أو واحدة من نساء وبنات حزب الأمة الميمونات، الكلام لما يكون أقوال يكون أفعال. إحنا دارين أنت تناضل معنا كأب روحي كبير، أن المرأة، أنا شخصيا عندي تجربة مريرة جدا يا سعادة الإمام، أنا أؤمن إيمان عميق جدا أن المرأة السودانية دي هي أكثر من النص،
سعادة الإمام، أنا كزور رئيس للحركة وقائد بتاعته ومؤسس بتاعته العسكري والسياسي، كان الأنتينوف بيجي بضرب الكرة في الجو بتحرقه، وبيجي الجنجويد بتدمره كل شيء، وبعمله انعدام أسباب البقاء، بكسروا الدبنجة، بحرقوا العيش، بشتدوا في الوضع، وبلخبطوا بالتراب، وبحرقوا الفول عشان دول ما يكلي تاني. الرجل عنده سلاح بقاوم بتتلي المرأة، المرأة الدارفورية يا سعادة الإمام، لأنه ده موطني، بيكون حامل، بطنها بيكون كبير، ولأنه هناك ما عندنا تنظيم بتاع أسرة، أطفاله بيكون شبه متقاربين في العمر، يكون شايل واحد في الظهر بتاعه وواحد بيجي وواحد بيجي، وبيكون عنده كرة يعني برتالة اللي احنا ننادو، يكون شايل الموية بيكون قوم بكلام فور وبأسماء تانية باللغات وباللغات بتاعت الناس دارفور، وده هي اللي بتطلع الأطفال عشان توديهم المعسكر، يعني هي جماعة الناس دي. أنا إحنا كحركة المرأة هي اللي كان بتدينا كورة ديش، تجيب لنا الاستخبارات والمعلومات، هي اللي استمرت وليل ليلة. علينا صادقين جدا جدا، درنك انت تتبنى معانا ان المرأة في السودان تحقق حقها الطبيعي. سعادة الامام احنا نتكلم عن الليبرالية، الليبرالية ما نقصد به الفسوق ولا الكفر ولا نقصد به الخلاعة، لكن نقصد به الحرية بتاعت الفرد والجماعة. نقصد اذا سعادة الدكتورة مريم نفترض انها كانت ما تزوجت وقالت درك تزوج زول كان من الجنوب، كانت اولا انك تتزوج زول من الجنوب ده بغض النظر عن ثقافته ولا ديانته ولا اي حاجة، سعادة الامام ما يقول يا اخي انا سليل المهدي ده ما يمشي يعمل كده. وبنفس الطريقة كمان اذا انا المهدي قالوا ما بده، وده نقصد به الحرية الفردية، اذا احنا نحمي مريم بدستور الدولة وقانونه عشان هي تختار ما تشاء. لكن بنفس الطريقة كمان اذا ناس الآل المهدي اتفقوا انهم ما دايرين يزوجوا من اذن اللي بيناتهم كمان نبر حريتهم برضو نحميه. اعتقد انه انا حاولت انه يعني ابسط الليبرالية اللي احنا نقصده، لكن انا في الليبرالية نعتقد تماما انه حرية الشخص في فرده وفي جماعته، يعني انا كم دار نلعب في رنجبية ما في زول يمناني، واذا كمان ولدي ما دار يلعب في رنجبية كمان ما في زول يجبره بصفة اخرى. طيب يا سعادة الامام احنا دار ايضا نكون عندنا الفيدرالية. ما الفيدرالية اللي انت عينت تجاني سيسي ولا المرحوم اسمه شنو ده عبد النبي، انا وقت ده كنت في الثانوي العالي وطلعنا مظاهرات ضده وقلنا عبد النبي عليك النبي ما تمرك تجي، لانه يتحديناه كان انت قاعد تقول في دارفور كان الوضع الامني سيء جدا يا سعادة الامام، وايش قاعد تقول ما في اي حاجة في دارفور. في نفس اليوم وهو ماشي الخرطوم ناس الجيش مسقوا نهب مسلح على بعد كيلومترات بسيطة جدا من الفجر، أنا وقت ده بقرا في دارفور الثانوية سنة تانية. فات هو وجاي استقبل نفس الناس ديل، ودات الجيش جي حامه في المدينة، وفات عبد النبي آل آدم آل أحمد الله يرحمه، وقال أنه ما دارفور آمن ما في أي حاجة، لأنه بيستمد القوة منك أنت، ما كان بيستمد القوة من المواطن السوداني والدارفوري، لو كان انتخبوا الناس ده ما بيجي بيقول الكلام ده. احنا درنا الفيدرالية النظام بيستمد القوة من المواطن ويجيبوا المواطن اللي هو مسؤول منه، ما يعينوا الأسياد. سعادة الإمام في المحكمة الجنائية الدولية قال انت تقولوا بحياء شديد، سعادة الإمام هناك أكثر من نصف مليون زول كتنوه، وأكثر من نصف مليون زول اختصبوه،
وأكثر من 6 مليون سوداني شردوهم بل استوطنوا في أراضيهم في دارفور في كردفان في جبال النوبة في النيل الأزرق في الشرق في الخرطوم. انت جاي منه المظاهرات الأخيرة إبادة. العدالة ده ما من حق أي ذن، لا من حق الإمام ولا من حق الرئيس مالك ولا من حق أي ذن أنه يرفض العدالة. بالعكس أنا برأى أن سعادة الإمام تتبنى معانا مشروع المحكمة محكمة الجنايات الدولية بالمطلوب، وتتبنى معانا العدالة. أي ذن ارتكب بما فيهم أن إحنا وإنت ذاتك ارتكب جنحة ضد الشعب السوداني أو مواطن سوداني أو جريمة يمشي للعدالة. العدالة ده حينها ببرئ الزول أو بجرمه، لكن المسؤول الوحيد يكون العدالة النزيهة. سعادة الإمام لازم نكون مخلصين، لأن الشعب السوداني ده يجب أن ما نقسمهم. دايما في المؤتمر الوطني هسي الرفاق قالوا أنه قسمهم واحدين كلاين ما عارف، في دارفور قسموا الناس عرب وزرقاء، والآن أنت شفت العرب نفسه يعني بيقسموا وهكذا شمال وجنوب. سعادة الإمام أرحنا ما دارين تاني بأي حال من الأحوال أنه الناس تقسموا. يخبر أنكم أنه تتمثلوا الشعب السوداني يعني زي حديث الدين الإسلامي أنه المسلمين بيناتهم زي الجسم الواحد. إذا أي زول في أي مكان اشتغل يعني زي باقي الجسم بيشتغل. أنا دارين الشعب السوداني يكونوا زي ده. أنا إحنا نؤمن بأن السودان دولة بتاع التعدد. السلام يا سعادة الإمام وكيفيته. سعادة الإمام انفصل الجنوب ده أنا شخصيا يعني لأني عشان نتحمل المسؤولية لنفسي بتهمك أنت لعبت دور رئيسي في انفصاله. كان في اتفاقية المرغني قرى، كان أحسن اتفاقية، لا فيه انفصال الجنوب ولا كان فيه وجه. حين أنت كنت الرئيس الوزراء لغيرة تنظيمية فقط، لأنه أنت رفضت الاتفاقية دي، والآن الجنوب استغل. إذا كان سعادة الإمام مسك نفسه قائد للسودان وكان عنده مشروع الدولة السودانية، ما كان رئيس بتاع حزب الأمة ولا فكر في نفسه فقط الصادق المهدي الإمام، أنا متأكد كان الجنوب ما بمشي. أنا عارف يا سعادة الإمام ربما قابلك ناس كتار جدا بتملقوك بقول لك كلام جميل جدا، أنا أؤمن أنك أنت زول أبونا زول عمنا، بنحترمك أي ما احترام كإنسان كقائد، لكن كمان يجب أن نكلمك كل شيء بوضوح لأنه ده مسؤولية. إذن السلام الدارم يا سعادة الإمام الببدة بالمساواة المواطنة المتساوية، الببدة بفصل الدين من الدولة عشان تاني ما يكون فيه استغلال بدا الدين بالطريقة اللي أنا ذكرته ده. الدين ده خليه يبقى قيمنا، خليه يبقى اعتقاداتنا. كنت شايف قاعد تقرا لانه انا كان مهم لي انه سعادة الامام يسمع كل شيء انا بقوله. جيد. يعني الدولة نفسها الحسدة يعني البرايت الله ده يا سعادة الامام خلق الدين ده عشان يخدم به الناس، عشان كده قالوا ما ارسلناك الا رحمة للعالمين. اي دين بتعارض مع مصالحنا ده ما دين. الدين اللي بيقولوا قال قسم السودانيين الى شمال وجنوب ده ما كان دين اطلاقا، ده كان دين بتاعت الصف والقاعدين في السلطة اثروا ان الدولة تتقسم عشان هم يكونوا في السلطة. ايضا يا سعادة الامام الدولة بتاعتنا علاقاتها سبية الصفر. احنا درناك انت وانحنا كجبهة ثورية، وانا ما نقول انت بقصد حزب الامة والرئيس، وانت
من غيره. أيضا يا سعادة الإمام علي نتكلم عن مؤتمر دستوري، حوار دستوري، ما حوار بدأ مؤتمر الوطني العزل النوم. أنا يقدر أن أسس لدولة بعد أن سعادة الرئيس بتاعتنا مالك عنده عبارة مشهورة جدا بيقول مش مشكلتنا كيف من يحكم السودان. سعادة الإمام تعالى الرئيس طوالة بتاع السودان إذا جابك الشعب السوداني، لكن كيف نحكم السودان؟ فالمشروع بتاعنا في كيفية نحكم السودان. أيضا يا سعادة الإمام أنا نقدر نعيد الهيكلة بتاعت الدولة السودانية. أنت زادك بصلت الأستاذ صلاح مناع ووقع معنا وثيقة بتاع الفجر الجديد بالتفويت منك وتراجعت عنه. يا سعادة الإمام، سعادة الإمام في الاتفاقيات بينك والآخرين يعني في عدم مصداقية. أنا دير الدور ده أن إحنا معاك يا سعادة الإمام، خلينا نتفق على شيء واحد لكن عنده فل مصداقية. أنت زول قائد 100% دايما بتقود وتكون رئيس وكل الشعب بصفه لك وبيستمعوا لك، كمان لابد من أنه يكون في مرارات لأنه كمان ده عندي ثمن، عشان كده لازم يدخلوه السجن. بعدين يا سعادة الإمام أنت بعد العمر ده كله أنا بتمنى وده أنا جايك فوقه، معلش يا جماعة أنا أنتوا قبل كده التقيتوا مع سعادة الإمام ده كتير، أنا باخد زماني كامل كذول مرة. He is our elder. He knows what is happening. He has been so long in politics. Okay. Yes. دارين يا سعادة الإمام الدولة السودانية هياكله كله، هياكل عنصرية أو ميليشية بتاع تنظيمات كما الجيش بتاعته. أنت تفضلت واتكرمت وقلت حاجات كثيرة وفي الأبعد من ده، لكن الدور البوادر كلية الحربية ده ذاته إلا ينتمي لجغرافيا أو ينتمي لتنظيم كما سكت المؤسسات المالية حدث ولا حرج. بترول السودان ده قال وقال كان اسمه شنو مقفل قبائل بعينها. طبعا ما دارين دولة زي دارين دولة للشعب السوداني، عشان كده لما نقول إعادة هيكلة ده ما يقصى لأحد، لكن عشان يكون الدولة لكل الشعب السوداني كله. أنا دير شايف في رفيقنا الأستاذ الكبير نصر الدين المهدي قائد. الأستاذ نصر الدين المهدي أنا بشوفه من الشباب المخلصين جدا لهذا الوطن. إحنا كنا بنرى وأنا صادق جدا يا سعادة الإمام أن الجبهة الثورية ده بأسسه الإمام المهدي الصادق، ما يأسسه مالك ولا عبد الواحد ولا دكتور جبريل ولا ياسر ولا مني ولا تومهي ولا كده، لأنه الدولة دي تغير يا سعادة الإمام. انا كلمتك انه انا بدي الاسي كلنا يا الانصار، وانا ده يا الانصار ده عشان يقابلك انت ونقابل الممارسه بتاعت حزب الامه ده يبقى الدوله اتغيرت. انا كان بتمنى انه سعاده الامام يواكب هذا التغير ويكون معنا. انا فخور جدا انت علينا معنا، فخور جدا انه انت معنا، لكن اتمنى انه تمشي معنا لحد النهايه، مش نغير النظام، ناسس هذه الدوله ونمشي اكثر منه. علاقتنا بالأمة يا سعادة الإمام دير إنه أن يكون علاقة ذوية وما يكون على الفرد. يا سعادة الإمام إنها قوة اجتماعية هائلة. جبهة الثورية اللي بتشوفه ده بلعب دور محوري، كما دول بنكر إلا إنه إذا دير دول دير ينكر ضوء الشمس من رمل. دي حقيقة. بنفس الطريقة حزب الأمة هامة. لأن النكر تماما. قوتنا الاثنين ولسنا نحن الاثنين، احنا قدرنا نجيب كل القوى السياسية والأي زول في السودان. لأنه يا سعادة الإمام ما في حاجة اسمه حزب الصندل والضرور، خلينا نقول كلنا صندل مجرد شعب سوداني واحد. احنا بنرى يا سعادة الإمام أن حزب الأمة بلعب دور محوري في حاضر ومستقبل السودان. لذا الجبهة الثورية أن نشوف أن إحنا نشوف نفوسنا كقوة جديدة، كقوة درنا نستنهض بالسودان من الإرث بتاعت الماضي
ثقيل جدا إلى حاضر ومستقبل واعد. يجب أننا مع بعض نجي ننتقي ومع بعض نمشي. أرينا كجفة سورية عندنا برضو علاقاتنا الكبيرة جدا وممكن مع بعض. أنا بتمنى يا سعادة الإمام أنه الدور ده تقول إنك قرار تاريخي مش مع النظام هناك. أنت قاعد تقول هالك ولا مع المنظور الحزبي أنك ماشي انترسوا كمان النظام ده طوالي. أريد دارين سعادة الإمام الدور ده تقول إنك مشروع بتاع وطن. دارين سعادة الإمام يكون نيلسون مانديلا للتغيير. الشعوب بذكر الناس بأفعالهم ما بأشخاصهم. الدولة السودانية لأننا الآن ماشي انهار وبسرعة جنونية. فتطلب منا الآن أن نتصدق وإنت أولهم يا سعادة الإمام. الدولة السودانية ده عن قصد قسم لشمال وجنوب. لا يرتاح الشمال ولا يرتاح الجنوب. وعسى أي تقسيم على رحنا ضد مبدئيا لا برتاح المقسم ولا المقسوم. احنا دايرين انه نكون لنا سودان موحد. لكن السودان الموحد ده عنده تضحيات كبيرة جدا يا سعادة الإمام. نكران الذات ونكون عندنا مشروع بتاع الدولة ما مشروع بتاع أشخاص ولا تنظيمات. وما نسكت ما نهابر المسكوت منه. الدين والدولة ده أكبر أزمة يا سعادة الإمام. الهوية أكبر أزمة يا سعادة الإمام. ما في زول داير يخرجوا من منطلق أو مكونه عشان يدو حاجة جديدة ويقول لك ده الصحيح. أي زول داير يكون هو بس 100% سعادة الإمام داير يكون إمام. وحين داير إنه يكون إمام لذلك كمان كله ما داير نبقى إمام. داير أكون أنا وهكذا. داير أن السودان ده نقدم تضحيات بقبول الآخر. أمنياتنا أن كلنا نعيد بعضنا حب هاي. لكن إذا استحال نعترف بالآخر عشان نعيش مع بعض إيكوالي. ما في حاجة اسمه أقليات. كل الشعب السوداني ده متساويين. ما في مجموعة من هدو قال ده المسلمين أغلبية وفي غير المسلمين أغلبية. ده ما صحيح. ده هو التصنيف اللي عارفه ذات يا سعادة الإمام. أنا لا نقسم شعبنا إلى مسلم ومسيحي وقجوري ولا عرب ولا إفريقي ولا معرينا. كلنا قاعدين في الرقعة جغرافية واحد وفي وطن واحد ويقدر بيتحرك في أي رقعة من الوطن ده بحرية. ما خلينا نعتز بالوطن. أنا شخصيا يا سعادة الإمام داير أنه أن إحنا في الجبهة السورية علاقاتنا مع حزب الأمة يكون علاقة استراتيجية كما أنت ذكرتها. والعلاقة الاستراتيجية ما بيجي بالكذب بس ما نغشك ولا نخدعك ولا نرائيك ولا ندفع لأوليك. وكذلك انتو ذاتو نفس الحاجات ما تسوي لنا. لأنه وصلت مرات مرة ما أعرف جيدا قد ما يكون خبرتنا معاكم سوا إطلاقا. لكن كمان احنا برضو جيل لكن انتو ما عشتوا حياتنا. وده جيل بداد السودان أكل هذا الأنقاض أنهم 25 سنة 25 سنة ولد الولدو فعادة الإمام زمان كان أبعادنا بقول لك كنت في ترمو للإمام. قال لنا المجتمع ده ما زي ده. قال لنا قد أخوي إسرائيل يقول لنا ماذا كان يمشي يرمو لياسر عرمان ولا للدكتور جبريل. وكلامه بيكون مسموع تماما في الأسرة. باعوا الدور القيادي لأنه بيشوفه يتعلم هو على لك العرف والعالم بده بيقى قرية صغيرة. أنا برى أنه إحنا ألنا عندنا مسؤولية تاريخية وإنت على رأسهم أن توقف الانهيار السريع والمريع للوطن ده. وده مسؤولية تاريخية. أنا كشخص هسه هملت انفصال واستقلال الجنوب ده في الملايين. أرجو أنه التاني وكمان أنت برضك ناس تاني ما يحملوا انهيار السودان. أنا بقيت من هنا ودائما الرفاق قالوا عندنا حوارات عميقة جدا. لكن يا سعادة الإمام أرجو 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 ما يكون لقانا معك مجرد دار يعني جلد نمر دار تخبوها النظام هناك. أنا دار أنه دا يكون صراحة صراحة خطوة حقيقية لأنه نغير السودان. ومش نغيره مش برنامج بتاع 10 سنوات. برنامج بتاع أن السودان دا ينطلق عمر السنين كان الناس ما يرجعوا.
ولا يرجعوا يناقشوا الحاجات ده. لازم نناقش عن التنمية والتنمية الإلكترونية، الحاجات اللي احنا فاقدينه. سارة الإمام دولة بدأنا بس دول كيف يحيى؟ انت حتى تعرف المعسكرات ده ناس بيعيشوا كيف؟ هسه تعرف مثلا في جبل مرة ولا في جبل النوبة البحث شنو؟ هسه يا سارة الإمام كان في دول قال لنا قال في قنبلة هنا جوا في زول بقدر ثاني بقول في زول على مدار الساعة في اليوم الطيارة بالأنتيلوف والميت بلف راسه ما معروف يضرب 200. شهادة الإمام هل أنت قال أنت حسوا الحاجات ده؟ وده مسؤوليتكم، وأنت كنت زور رئيس بتاع وزراء مرتين وربما تكون أكثر كمان بعد عمر طويل. أنا بشكرك وبشكر طبعا لسعادة صدرك، وأنا 100% متأكد سعادة الإمام استمع علينا ربما بمرارة في بعض الأشياء، لك العذب حتى ترضى. وكمان بنفس الطريقة دي مبادئنا نؤمن بها شديد جدا يا سعادة الإمام، وأصلا ما قال نعمل معه صفقة، رفضنا بطريقة منظمة نتفاوض مع النظام ده أو نصل ما أنت اسمه، بدليل أنه كل الناس دي كانت جزء أو أغلبهم فاتوا مع النظام مش حبا للنظام، لكن كانوا بيشوفوا ده طريقة للحل، لكن الطريق ده فشلت. وأنت ذاتك في الحوار بلادك الأخير ده كنا شايفين انك مشيت قريب زيادة لكن دخلوه في السجن. هؤلاء الناس كذابين ما أي حاجة ولا كذب، لأنه أساسا هم اتمردوا حتى على جيهم، فمن أنت وأنا؟ هم ما بؤمنوا بإنسانية البشر، بقتلوا أي زول داري عارضهم، وشوف حتى في تنظيمهم. فيا أخي خليني أفكر بجدية يا سعادة الإمام، أنا بقدم لي بالإنابة عن رئيس الجبهة الثورية دعوة حقيقية أنه يا أخي الدور ده يا أخي العمر دي يعني العمر ده أوردي أنتوا عشتوه. الدور ده أنا داري الناس مليون جاي ممكن يستمتعوا بالجاي ده، أنتوا تعزلوا معانا عشان نغيروا السودان ده بدون أي صفقة شخصية. أشكرك سعادة الإمام وأشكر الناس لصبرهم لنا وشكرا جزيلا. السيد الإمام of course بعد الحديث الأخ عبد الواحد، أنا ما أخ أنا الرفيق الرفيق عبد الواحد أول مرة طبعا يعني يعترف بالرفيق، أنا بدأت أقول أنه بنحتاج لكوب من الشاي والماء. أنا بس بدأت أقول أنه السودان ده فيه تاريخ، فيه ممارسات حصلت، فيه ماضي. الماضي ده ممكن يكون أثر سلبا وإيجابا على السودان وعلى تاريخ السودان وعلى الناس، وفي قضايا يعني لها زمن طويل جدا، هي قضايا بتاع الأجيال generational problems. I would always used to want to use this word. فهي حتى حلها in the future still برضو حل بتاع generation. It will still also continue in generation. شان تهلا لأنه they came over lengthy period of time. The question in Sudan, if you want to point a finger at the royal, the question is who is the royal? That's a big question. So there is no royal that you can point a finger at. In the history of Sudan and the practice of the Sudanese, there is no angel and there is no devil. There is always a piece of an angel and a piece of a devil on anybody else. But definitely when you are an angry person, I believe an imam will understand this one. When you are an angry person, you will always want to vandalize. And vandalization is like walking on a minefield. You may actually step on a mine, but when it fragments, it hits somebody else who is not the cause of the fragmentation, because he was just either going on that, being in the vicinity. Maybe wrong person, in a wrong time, in a wrong geographical area. We believe أن الإمام هو طبعا مارس سياسة لفترة طويلة وعنده يعني خبرة طويلة عن قضايا السودان كلها، القضايا اللي نحن نذكرها بعد والقضايا اللي ذكرها الرفيق عبد الواحد، قضايا التنوع، قضايا المرأة،
والإفرازات بتاعت الحروب زي العملية بتاعت الإبادة الجماعية واللي هو برضو ولدت قضايا المحاكم المحكمة الدولية. أي زول عنده نظرة له وزي ما برضو قلت أنه when you are in an angry side of the field you look at another field that أنه يعني the something could have been done better. الحاجة المطلوب هسي نحن موجودين هنا in one field, ما في زول فينا on the other side of the field. So what is the responsibility now is entirely on us. I don't know, since you are on one side of the field, how do we cross to the other side of the field, because there is somebody on the other side of the field putting this heritage with our history بتاعنا on our back, and without necessary pointing finger at each other, because as I said, everybody has some sort of a devil, everybody has some sort of an evil. Even if you talk about the Tahmish now, who's really marginalized? Are we the, if we call ourselves marginalized, we don't have a role for, on that one? In our marginalization, do we don't have a role? That's the question. So we can say, oh no, no, the center is marginalizing us. Somebody may come from the center and say, okay, I marginalized you, but what was your role in this marginalization? What did you do? And for example, if you take the history of the Mahdi, as some colleagues said about it, the majority were from Darfur and Kurdistan, and they ruled Sudan for a couple of years. Since the majority are from Darfur and Kurdistan, and you, the Mahdi, came alone as a single person from the Shimaliya and commanded them, what have they done to Kurdistan and Darfur? They have ruled. For us, as the Fung, we have been ruling Sudan for 300 years. Now we are saying, no, no, we are marginalized. Within the 300 years, what have we done to Fung land or Darfur? So, and I will show you, history is history, very important. You see, we stretch it out here, and I think it is good. Because as I said, every one of us has a piece of a devil. Let us everybody, each one of us, put down his piece of the devil. Yes. And then why don't we all concentrate on the piece of the angel. Of the angel, so that we carry on that one. So with your permission, Liman, we will also have some sort of 15 minutes. بس قبلها to answer the nature, this is with your permission. أيوة لا أنا بدي أقول بس قبلها أنا بفتكر إنه لازم أعلق على الكلام اللي قبله. أنا بفتكر كل اللي تكلم قبل الأخ الواحد تكلموا نظرة للمستقبل, وأنا ما بفتكر في النظرة للمستقبل اللي طرحوها في أي نوع من الخلاف. الكلام اللي قاله الأخ الواحد مهم جدا, لأنه برضو إذا تباينتم ما تدافنتم. الحجر المدفون هو اللي بيكسر المحرك, فلا بد من أنه يعني كان تكون في نظرة للماضي فقط عشان يحصل في تكلير ذلك اللي هو الناس التخلية قبل التحلية. الناس كثير يتكلموا عن التحلية أخير يتكلموا عن التخلية. أنا بفتكر كويس أنه يتكلم عن التحلية لأنه النقاط اللي أثارها كثير جدا جدا أن يكون فيها وضوح. ليه؟ لأنه هي حتى إذا كان لدى القمة ما مشكلة, لدى بعض الناس في القاعدة مشكلة. إحنا كنا لو إنكم منكم من حضر المؤتمر اللي حصل في كامبالا سنة 98 اللي هو كان عن ترانزيشنال جاستيس, العدالة الانتقالية, وده نحن رسلنا كان وفد عشان يقول احنا في حزب الامه بنرى في اشياء كثيره جدا محتاجه لتروث اند ريكونسيليشن. وبعدين اقترحنا انه ده يبدا من 56 لانه في اشياء محتاجه فعلا تو بي كلير, يا لانه فيها مس اندرستاندينج, يا لانه فيها
خطأ لازم تتعامل. ولذلك احنا اقترحنا وما زلنا في كل كلامنا هسه في الاقتراحات بتاعتنا عن سلام دارفور بندخل البند انه ضروري جدا تحصل تريث تروس اند ريكونسيليشن تشمل الفتره من استقلال السودان ليومنا هذا، لانه في اتهامات كثيره حقها تو بي كلير، الانقلابات سببها منه حصل فيها شنو، التهميش شباب شنو، يعني الكلام ده كله. ولذلك انا بفتكر حتى اذا ما ناقشناها هنا نقول حنعمل لها اليه، لانه هي مهمه، مش مهمه لانها خلقت بيرسبشنز، وفي السياسه البيرسبشن قدر زي الواقع، الحاجه المتوقع المتوهم حتى يكون عندها دور مهم جدا. عشان كده انا عايز امر سريع على بعض النقاط اللي بفتكر انها فيها اخطاء، لكن اهميه الكلام فيها مش عشان نناقشها، بس عشان تعمل بنس بالنسبه للكلام اللي اتقال، لانه صحيح ما في مننا هنا ما عنده كلام عن الماضي، لكن كثير من الناس سبرس عشان يتكلم عن المستقبل. الاخ عبد الواحد او الابن عبد الواحد اهتم بالماضي، لانه انا بفتكر هو برضه محرك بك، فبيكون غلط جدا يحضر اجتماع زي ده وما يقول، لانه اذا قالوا يعني يا انه والله يا اخي كلامك ده صح ونحن سوينا كده ليه، او كلامك ده خطا الصح شنو. عشان كده انا داير ببساطه شديده امر على الحاجات اللي فيها problems of fact، مش مساله تحليل، مساله الفاكت. انا متاكد انه الاهداف عن الناس دايرين تصدي للمواطنة وتوحيد المواطنة ومسألة الهوية ومسألة الداء أساسي جدا، وأظن تكونوا عرفتوا أنا رسلت مع الدكتور صلاح مناع لحضراتكم كلكم قادة الجبهة الثورية الكتاب بتاعي الأخير اللي هو الهوية السودانية بين التسبيك والتفكيك، ما بعرف لو جاتكم ولا لا، لكن أنا بفتكر ده موضوع مهم، الموضوع بتاع طيب لا 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 مهم شفته في الانترنت كلام ايوه المهم ده مهم جدا، لانه انا بفتكر انا دارس سعادة الامام ده خطابي لاسمك تمبلنا اول حاجه يعني واحدة انا بفتكرين مهمات، انه احنا ما تكلمنا عن الاباده الجماعيه في دارفور. الحقيقه انه سنه 2004 في يونيو احنا زرنا دارفور، دخلنا المعسكرات دي، وبالمناسبه هسه في المعسكرات ما بيسمحوا للناس يدخلوا غيرنا لليله، وبعد حكايه الاعتقال دي بدات كمان فيها صور حاجات زي دي. دخلنا في منافسة معك للمعسكرات. كلام جميل. دم معك بالقواعد قرينا، بس بعد ما انت اختفيت ظهرنا. لا بعد انا داير اقول انه احنا زرنا دارفور، انا عملت مؤتمر صحفي في دمان. وفي المؤتمر الصحفي ده انا قلت الاتي: في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. وهذه الجرائم قائمة الان اذا ما الحكومة عملت لجنة محايدة عشان تحقق في هذه الجرائم، الأسرة الدولية هتتجه. والحصل بالضبط الكلام ده قلناه في يونيو، في أكتوبر جاءت البعثة أول ما جاءت في السودان باعتبار الدور بتاعنا في الكلام ده جوه تم عيانا في الدرمان، البعثة بتاعت الأمم المتحدة اللي جاءت، بعثة الأمم المتحدة جاءت وسمعوا لكلامنا، وألتمتلي الشيء اللي رفعوه لمجلس الأمن كان ايدنتيكال للكلام اللي قلناه، ايدنتيكال. وده يمكن خلى ناس الحكومه هسه قبضوني، لانه افتكروا السيناريو هيتكرر. انا بتكلم دلوقتي عن الحكايه حصلت دي، هجيب لهم مجلس الامن. ولذلك احنا الجهه الوحيده في المركز اللي اتكلمت بوضوح انه حاصل كيت 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 كيت، لانه احنا ما زرنا المعسكرات بس، زرنا المعسكرات واجتمعنا مع كل مجالس الشورى بتاعت القبائل، المساليد والفور والزغاوة كل القبائل، كل مجالس بيسميها مجالس الشورى في القبائل. وبعدين جينا قلنا الكلام ده، انا بفتكر ان احنا اللي اسسنا للكلام المشي لمجلس الامن اللي جاب القرار 593، لانه ناس الهيئه اللي جو سمعوا كلامنا
وردده زي ما هو. فيما يتعلق مسألة العبادة الجماعية هو ما قالوا نحن ما بنعتقد في عبادة جماعية، لكن في أشياء تشبه كده. نحن بنترك الموضوع للقاضي في التقرير اللي رفعوه للمجلس العام، لكن أكدوا كلام اللي نحن قلناه وهو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولذلك ده حصل بالضبط. أنا أصلا ما تكلمت عن أنكم أنتم خالق قط لإسرائيل ولا غيره. النظام بيقول كده، إحنا ما قلنا، إحنا قلنا أخواننا أبناء لديل وأخواننا لديل، نحن متفقين مع أهدافهم مختلفين مع وسائلهم. أي أدبية طلعت مننا بتقول الكلام مختلفين مع، وأنا طبعا تلاقينا كثير دكتور خليل الله يرحمه وأخواننا لديل كلهم تلاقينا معهم في مجالات مختلفة، بنأكد المعنى ده أنه نحن بنقول الكلام ده، ما بنقول أنه الناس ديل كده يعني مخالف قط ولا غيره، لكن بنقول دائما أنه أبنانا ديل حملوا السلاح عشان أشياء نحن نفتكر أهدافه صحيحة، لكن وسائلها نحن مواطنين عليها. موضوع الدين والدولة ده حقيقة مهم جدا الناس يناقشوه. نحن بنفتكر أن الدين الإسلامي جزء من التركيبة الموروث الاجتماعي بتاع السودان. الموروث الاجتماعي ده دلوقتي فيه طابع سياسي له. نحن بنقول أنه لا بد من أن الدولة تسمى مدنية وما تسمى دينية، وبنقول أنه لا بد من أن نخاطب أشواق المسلمين في إطار لا يتناقض مع المواطن. ده بنركز على دائما، وأنه هذا الذي لا يتناقض مع المواطن لو سكتنا عنه ممكن نسكت عنه، لكن لو سكتنا عنه حيتبنوه الناس التانيين اللي بيقوموا يقولوا والله دي الملحدين دول كده، وبيخلقوا معسكر خطر جدا على نظام الدولة. فنحن بنفتكر إذا ما تكلمنا بنفتكره صحيح في أمر الدين حنترك المجال أن نحن نعتبرهم بطالين في أمر العلاقة بين الدين والدولة. والكلام ده زي ما بقول إحنا مدركين يعني أهمية أنه ما نخلي الموضوع ده يبقى محل استقطاب. عشان كده نقول كيف أنه المسلمين عندهم الحق في التطلع لما يشبع، مش المسلمين بس، المسلمين والمسيحيين وكل الناس. وبالمناسبة نحن أكثر ناس بنتكلم عن أنه ما نتكلم عن الأديان الوثنية ولا شيطنة الأديان الثانية، نحن نتكلم عنه الأديان أو المختلفة لابد يكون كلها عندها حقوق ضمن حقوق الإنسان. بس بنقول أنه لا بد من أنه ده بنفتكر أنه مهم أنه نحن نقول المسلمين وغير المسلمين عندهم الحق إذا كان عندهم اعتقاد أن يحققوا أهداف مقاصد دينهم provided يقبلوا المساواة في المواطنة وحقوق الآخرين. على كل حال ده التعبير بتاعنا اللي بنقوله طوالي. الموضوع بتاع استغلال الناس بمعنى صار يستغلوا وكده، طبعا يمكن احنا اكتر ناس تكلمنا في الموضوع ده، في انه يعني انا اول انسان فيما يتعلق بالكيان التقليدي بتكلم عن انه الناس لا يسلموا على ناس في دينهم ولا يقولوا سيدي ولا يقولوا ولا يقدرون في الواطة. ده كلام انا جمعت الناس وقلته وطورنا الموضوع بتاع البيعة والإمامة وأنها لا ينطبق على أساس الانتخاب مش على أساس الدراسة. يعني الملف ده نحن عندنا فيه كلام كثير جدا جدا، وفيه كله بريسترويكا إعادة هيكلة في كل القضايا دي. على كل حال ده صحيح. أما أنه الإمام عبد الرحمن جكاس وقال كلام، الإمام عبد الرحمن أصلا مش دارفور، ممنوع مش دارفور بالقانون، ما مش دارفور أصلا. الإمام عبد الرحمن عمل مجهود كبير جدا من الجزيرة أب إلى غيره في دعم التعليم، وده موضوع حصل كتاب طلع وكتبوه الناس اللي ضد الإمام عبد الرحمن، اتعمل في المئوية بتاعت مولد الإمام عبد الرحمن في الأحفاد، كانت قومية، وده كل الناس اللي اتحاديين وختمية وغيرهم اعترفوا بدور الإمام عبد الرحمن في الحتة دي. وفي كتاب كتبوه في الحتة دي برضو مهم جدا في رأيي حسن أحمد إبراهيم اللي هو كان أستاذ الجامعة وهو من أولاد المتمة المهدية الثانية، وفي الكتاب ده قال الآتي، قال أنا من المتمة إنسان من المتمة. الكتاب اسمه شنو؟ المهدية الثانية. الدكتور مقدم حسن إبراهيم
حسن احمد ابراهيم قال شنو؟ قال انا كزول جاي من المتمة مشيت للابحاث عشان اؤكد انه الامام عبد الرحمن سوى كذا اساءت له يعني. قال وجدت العكس تماما في كل العلاقه بينه وبين المهاجرين والعلاقه بينه وبين الحكومه تحت الانجليز. فجاب المقارنه ما بين في واحد ثاني كتب عن الامام عبد الرحمن ايضا من ناحيه الاقتصاديه اللي هي انه هو الناس جو عشان يخدموه خدمه دينيه وحوله لمعادله اقتصاديه وافتكر ان المعادله الاقتصاديه كانت افضل من حقوق المزارع في الوقت ده. على كل حال الموضوع ده مهم لانه الزول ده قال انا جيت عشان ادين الامام عبد الرحمن بالوسائل لقيت الوسائل بتتكلم لغه مختلفه من كلامي وقال ده في المقدمه. الحقيقه زي ما بقول موقفنا احنا من الديانة الافريقيه كثير من المسلمين بالفضول لانه بيقول الناس دي بالمناسبه وعملنا تحليل في الموضوع ان الناس دي بيؤمنوا بإله وان كان بيعملوا له نواب ومناديب واشياء زي دي وتكلمنا كثير جدا عن انه الناس لا اكراه في الدين بتشمل كل الناس وكل زول عنده حقه في دينه وحريه الاديان لازم يعني تحمى. الموضوع المرأة احنا بنعتبر في السياسة السودانية قدام خالص موضوع المرأة ده. هيئة شؤون الأنصار وحدها اللي عملت ندوة وفي الندوة دي تبنينا سيداو اللي هي دي التانين بيفتكروا سيداو دي كفر اللي هي تحت الأمم المتحدة بيفتكروا كفر احنا بيفتكروا صارة الإمام ده كلام سنة كم؟ والله ده كلام متطور جدا يا حبيبي الكلام ده عملنا احنا قبال ناس شؤون الأنصار في حزب الأمة في فبراير 2001 وانا كنت انا رئيسة قطاع تنمية المرأة وبعد ذلك جاءت تبنت الأمر ده في هيئة شؤون الأنصار في 2006 عملوا ورشة قيمة حكاية شؤون الأنصار لأنه جمعت الناس تانيين كلهم ومنه طلعت التوصيل بأن احنا نقبل شؤون الأنصار كان منظور ديني يا حبيبي لكن على المنظور السياسي جمعنا الناس كلهم في 2001 وهي المهم يعني المنظور الديني هو الأهم طيب احنا ما بنفرق لا لا الفرام جاي من هنا ايوه الفرام جاي من زي كان مهم جدا. اما مساله مين يكون في المستقبل نحن كل الناس بيشهدوا باننا بنقدم المراه ومبلغها فرامل يعني هسه اول حلم كبير بقت امينته العامه امراه السيده ساره نعم وما في حدود في انها تكون ما تكون يعني الفكره فيها انه ما في حدود لما تكون عليه المراه في حزبنا ولكن ما حنقول يعني المرأة دي تبقى كده لكن نعمل المؤسسة اللي ممكن تعمل فيما يتعلق بموضوع الليبرالية نحن عندنا يعني أنا عندي كتاب برضو لازم تقرأه اللي هو المرأة وحقوقها الإنسانية الإسلامية والإنسانية compare and contrast وفي دراسة كبيرة جدا طلعتها أنا في مجتمع حصل في جنيفا كيف انه وده ضروري كان جزء منه كيف انه ما في تناقض بين الاعلان العالمي لحقوق الانسان وموقف الاسلام ما في تناقض وانا حددت عملتها يعني لانه في ناس كثيرين بيفتكروا الاعلان العالمي لحقوق الانسان وسيداه وفيهم تناقض مع الاسلام دين الاسلام نحن عملنا بفتكر التغيير في ده فيما يتعلق بالفدراليه ومين يعينوها وماذا؟ طبعا في زماننا ما كانت في فدرالية، كان حكم الإقليمي. والحكم الإقليمي كان موجود فدرالية كانت لا ما اسمها فدرالية اسمه حكم الإقليمي. فهو في النهاية ده معنى لكن ليس ما شيء لكن اسمه الحكم الإقليمي يعني حكم لا مركز لا مركز لا مركز يعني فدرالي مش لكن المرشح كان دائما بيجيبون النواب مش بيجيبوا القيادة. اللي هو الأخ الله يرحمه جاء عبد النبي جاب توصيه من نواب دارفور نواب دارفور المنتخبين يعني بعدين هم اللي سحبوا منه الثقة وجابوا التجاني جاء نتيجة ل يعني رأي نواب دارفور ما رأي القيادة نحن ما كان يعني التجاني شنو عبد النبي كان كويس جدا لكن يتغير لأنه نواب دارفور قال ما كانوا بيستمدوا قوة من الرئاسة بالعكس نحن لما عملنا الحكومة بتاعتنا بالمناسبة حبيبي
لما عملنا الحكومة بتاعتنا كانت أول حكومة فاجأت الناس بأسماء أبو بكر وسرنوب وآدم والنوير. حتى كاروري عمل كاريكاتير أبو بكر سرنوب. أخذت الأسماء اللي هي بالنسبة لي ناس الخرطوم غريبة. ده حكومة دي حكومة ولا سكن عشوائي؟ سكن عشوائي باعتبار الأسماء دي أسماء غريبة علينا يعني. عشوائية ايوه كانت غريبة عليهم. ولما طلع الكتاب الأسود اللي كتبوه استثنوا حكومتنا من أنها هي كانت أفضل كانت عندها رؤية مختلفة. ده لكن ما صراع بتاع إسلاميين ده ما كان نغضب ضدك أنت. لا 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 أنا بقول لك كان مين اللي كان هم مين لكن عليها اعترفوا بيدي والفضل ما شهدت الفضل ما شهدت به الأعداء فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الفضل ما شهدت به الصغار الأعداء سابرة فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية زي ما أنت عارف نحن أوائل الناس اللي قلنا لازم يعترف بها ومشينا في الحتة دي ودافعنا عنها دفاع كبير جدا. زي ما قلت لك الحيثيات اللي بدت عليها كلام المحكمة جاء مننا لكن احنا قلنا accountability طلبية. لكن إذا عملت عدم استقرار وحتى في ورقتنا الأخيرة احنا بنقول إذا النظام مشى مع الحل بتاع البلد نعمل الفورمولا بتاع جنوب أفريقيا نو طبعا ما بقول لك ده رأيي ان احنا يعني أوكي. ولكن اذا النظام تعنت مش في موقف وده لازم المحكمة. المهم ده موضوع رأي لكن ما فيه اي كلام عن يعني عدم الاهتمام دائما وفي كل مناسبة ودي احتمال مشاكل المزايلة ومنها في كل مناسبة بنركز على انه الموضوع المحكمة ده ما في فلات منه الا وفي الاطار ده على اي حال دل انه ما في تجاوز ما في impunity ما في هروب عدالة لكن أن هل تكون عدالة خشنة أو ناعمة حسب الردود الفعل ده الرأي يعني سألة الإمام طبعا أنت يعني مشهور ب لا لا بس نقطة النظام صاير يعني أنت أنت مع الخشن مع الناعم مع الخشن التغيير الناعم كده العدالة الخشنة ده شنو والناعم ده شنو أيوة ما إحنا جبناها لكم في الورقة بتاعتنا والورقة بتاعتها فيها الاسبيسيفيكيشن بتاعتها تقبل ولا تعدل. أما حكاية المغني وحكاية المغني أول شيء التاريخ سيد أحمد الحسين وفي ذلك الوقت الأخ بشير عمر لا مش مسألة التفاوض مع الجبهة محمد توفيق اللي هم دين كانوا منتدبين من السيد محمد عثمان عشان يخافوا الجبهة الثورية الحركة الشعبية هم اللي اجتمعوا بيوانا والتليم لأن في الوقت ذاك الجبهة الإسلامية كانت ضد أي كلام عنها فأدناهم توفيق امشوا ومشوا وجابوا نتيجة. لما جاءت النتيجة أنا ما بقدر أقرر المسائل براي فردية رسلت الوفد رسلت أنا للسيد محمد عثمان زولي قابلوا في المطار علي حسن تاهدنا يقولوا يا سيد مبروك نحن مباركين الكلام اللي انت عملته لكن انا عندي مشكله في الحزب لانه في ذلك الوقت بيقى في ناس في حزب الامه ضد الكلام اللي بيقى. انت تديني فرصه عشان انا اقنع الناس اللي عندهم تحفظ لانه انا بقول الكلام ده وناسي ضده بيفتكروا لا ما نقبل الحكايه دي لان الاتحاديين عملوها حكايه حزبيه. أنا رأيي أنها تقبل لكن حزبي بيرى غير كده. رسلت للسيد محمد عثمان السيد محمد عثمان قال هو موافق ينتظرنا في تيار في الوقت ذاك في الاتحاد الديمقراطي أنه لا نحرج الصادق نحرج حزب الأمة ولذلك ما ننتظر نمشي في الخطة عشان نجبرهم يأخذوا موقف ضد الدليل. وفي الوقت ذاك ودي مسألة أنت حتقدر تحسبها دي الوقت ذاك دافعينهم المصريين لأن المصريين كانوا بيني فرتقوا الائتلاف القائم دافعينهم ومشوا في الخطة ومشوا في الخطة. السيد محمد عثمان كان فاهم كلامي أنه أنا موافق لكن حزبي ما في وما بقدر أقول حزبي ما عنده قيمة لأنه لازم أقنع الناس وهو ما رسلت له
زي ما بقول على حسب التأكيدين، ورسلت له وكان واصل بيناتنا أحمد سعد عمر أنه نحن أنا موافق لكن حزبنا ما موافق. كان ما حزبنا وافق ما بنقدر نمشي في الخطة، لأنه الحزب حيعصر. وفي الوقت ذاك في ناس في حزب الأمة ضد العلاقة مع الاتحاد الديمقراطي، وصلت درجة دايرين يفرتقوها. المهم إحنا كنا مع فكرة القبول، أنا كنت مع فكرة قبول الشيء سووه ناس السيد محمد عثمان، لكن حزب الأمة كان معنا على أي حال. حتى بعد ما حصل أنه حزب الأمة وقف موقف ضده، أنا اتفقت مع السيد أحمد المرهي أنه يجمعني أنا والترابي ومحمد عثمان المرغني ونعدل الموضوع ده. وفعلا اتفقنا وعدلنا الموضوع ده بحيث أن الاتحادي وأن احنا في حزب الأمة والمرغني والترابي أيوة نقبل الحكاية دي. وطلعنا فعلا في يناير بيان مننا نحن الثلاثة، ده كان بيحل المشكلة بخليها تطلع الاتفاق قومي. ما مشى ما عدا عملنا حاجة سميناها برنامج القصر. في برنامج القصر اللي هو طلعوا منه ناس المرأة اللي ناس الجبهة الشعبية الإسلامية القومية، أن إحنا اندورست الاتفاق في البرنامج بتاع الحكومة الأخيرة. فبرنامج الحكومة الأخيرة اندورس الاتفاق على أساس مدبقة، لكن في ذلك الوقت وكان ماشيين فيه في ذلك الوقت خلاص الأمور انتهت، وبقى عندنا اتفاق أننا نجتمع يوم 18 سبتمبر المطاف السوري 89 مع الحركة الشعبية، وكنا متفقين على وقف إطلاق النار، وكنا متفقين على أنه في الاتفاق بتاع في الاجتماع بتاع في 18 سبتمبر حنتفق على كل حاجة. الجماعة ديل واحد من أسباب انقلابهم يمنعوا ده، يمنعوا اتفاق المؤتمر السوري اللي اتفقنا فيه مع الحركة الشعبية في 18 سبتمبر 89. ده التاريخ بتاع الحكاية دي. وحصل الحصل كونه نحن يعني لعبنا دور رئيسي في اختصار الجروح، إحنا لا أكثر ناس لعبنا دور رئيسي في محاولة التجنب ده. وكانت 18 سبتمبر دي حتحل المشكلة لولا أنه قام الانقلاب في الفترة اللي قام فيها. الكلام عن المؤتمر الدستوري بوقت ضرورته وكده ده احنا متفقين عليه، عليها الجاي وارد في خريطتنا للطريق. كذلك إعادة هيكلة الدولة السودانية ما عندنا مشكلة في دي، بالعكس احنا من زمان بنتكلم على الحكاية دي. أما مسألة الفجر الجديد فدي ضروري جدا فعلا تبقى إكسبلين، يمكن الدكتورة مريم يكون عندها بيان أكثر. لكن الحصل أنا لقيت الأخ ياسر في لندن طلعنا بيان مشترك، وكنا نتوقع أنه نحن حنتلاقى مع الجبهة السورية في مكان ما عشان نتفق على الأمور دي. حصل ظروف استعجلت المسألة دي، جاءت الاجتماع بتاع كامبالا. صحيح أنا كلفت صلاح مناع ينوب عنه، لكن كان عارف صلاح وأنا عارف وكلنا عارفين إحنا ما بننتهي من اتفاق بدون ما نعمل له مصادقة، يعني أي زول بيتفق لكن ما لازم نعمل له مصادقة. إحنا ما كان في الوقت ده بنقدر نقبل الحصل في الفجر الجديد، لأنه دخلنا وقف عطان عملنا الداخل، وده كان موقفنا أنه نحن الحاجات اللي بتتناقض مع ده اللي هي ما بنقدر نمشي فيها، لأنه بالصورة دي إحنا أصل فيها مش كلية غالين فيه. المهم بطلت صغيرة يا سعادة الإمام. طبعا يا سعادة الإمام الجهد بتاعت الفجر الجديد ده لجهد كبير جدا. بعدين فرد أنا بس دايرش أشرح، أنا هتكلم لك بالتفصيل في المحلية. أنا كان دايرش أن نعرف أنت تدون الحاجة عايز فيها تفكير جيد يا سعادة الإمام. إحنا كنا متوقعين يجينا كلام بأنه والله إحنا هنجتمع بيكم زي الاجتماع زي ده في مكان الفلاني عشان نقدر نتفق. جاتنا الحكاية دي بدت مفاجأة حصل فيها الحصل. مريم متابعة الموضوع أكثر لأنهم هم هي وإسماعيل كتر أول ناس مشوا يقابلوا الإخوان في الخارج وبدت البروسيس بتاعت الاتصالات. فنحن ما تراجعنا، نحن الحقيقة بنفتكر أنه الحصل فيه مسألة حقيقة. الموضوع بتاع نصر الدين
ايوه ضروري جدا الناس يعرفوا الكلام ده عن نصر الدين. نصر الدين كان نائب رئيس حزب الامه، وانا طلب مني ابين منو اللي حقه يبقى يفاوض ناس الجبهه الثوريه بالنيابه عن حزب الامه. انا كتبت له ورقه انه هو المندوب يفاوض، والفكره انه لازم يستمر برا الجبهه، لانه احنا ما بنقدر يكون نائب الرئيس ونائب رئيس الجبهه، لانه لو بقى نائب رئيس الجبهه بنساء ان احنا في السودان عن ما تفعل الجبهه. الشاهد لما حصل كده هو قام انضم، بدل ما يقيف عند حد المانديت بتاعه، المانديت بتاعه انه يفاوض لكن ما ينضم، انضم وجهنا الوقت اجتمع مجلس التنسيق. مجلس التنسيق في حزب الامه بيمثل رؤساء الاجهزه بتاعت الحزب، قالوا نرفض نصر الدين لانه تجاوز المانديت بتاعه. انا قلت لا ما نرفض، خلونا نلاقيه لانه احنا ما عايزين نتعامل معاه بالطريقه دي. الكلام ده في اغسطس، استمرينا لغايه لقيته انا في نوفمبر في لندن. صدقين يا اخي انت دلوقتي نائب رئيس الجبهه الثوريه ونائب رئيس حزب الامه، ده ما ممكن الخلطه بيناتهم، ما ممكن، لانه انت اذا نائب رئيس حزب الامه تفاوض الجبهه الثوريه ما في مانع، لكن ما بتقدر تجمع بياناتهم الاثنين لانه نحن هنسال عن عمل الجبهه الثوريه في الداخل. فانت اختار، قال لي انا اختار اكون نائب رئيس الجبهه. خلاص طيب بالنسبه لعلاقتي بحزب الامه اسوي نسوي شنو؟ تستقيل عشان ما نسأل عن وجودك في الجبهة السورية ولا أنا أعفيك؟ قال لي تعفيني أنت. خلاص أنا بعفيك. ومن وقتها سكتنا، نحن سكتنا يعني هو نائب رئيس لكن ما عملنا فيها كرتوة، بس كده هو قام عمل فيها تطوير هجوم وإيه وإيه وحركات اللي حصلت زي دي، برضه سكتنا نحن ما ردينا. ليه؟ لأنه نحن مهما كان هو نائب رئيس ولا غيره احنا ما نوقف علاقتنا بالجبهه السوريه على المشكله مع مصر. ولذلك استمر الاتصالات بصرف النظر عن اننا قلنا الكلام، لكن ده الملابسه اللي حصلت في الموضوع بتاع نصر الدين. في موضوع الصندوق الطرور ده ما له دخل بكم ولا له دخل، ده في ناس الناس جوا اكثر يا حبيبي، في ناس ما عندهم وجود وبيسلموا بصيغه شيء. دي نيران صديقه وانا اصلا ما قلت، انا ذاتي ما قلت عنهم منو صندل وطن. انا خطيت طواقي، في ناس ما لبسوا طواقي داخليه. نعم انا بفتكر حقا ان احنا دلوقتي نركز على اننا مشروع بناء دوله يتجاوز كل هذه الاشياء. وانا بعتقد صحيح لازم نعترف السودان بينه وبينكم وبينه وبينكم في اطار وحدته الوطنيه، نعم انا ما عندي شك في ذلك، لكن الماضي ده كل ما فيه من مسائل انا كتبتها، حكيتها كلها ذكرتها انت دي، انا كتبتها كتاب ضروري اديك نسخه منه اسمه ميزان المصير الوطني، فيه تفصيل شديد على كل هذه الاشياء. وعن انواع الكتب بعدنا ميزان المصير الوطني كتاب ضخم كده فيه الكلام ده كله. انا عندي نسخه. ايوه الكترونيك لغايته اي حاجه ده الكترونيك اللي بتجيبه. فاينلي انا بس بقى اقول الموضوع بتاع المعسكرات، اي نحن ملمين جدا بالحصر في المعسكرات وعندنا صله وثيقه جدا بهم، وطبعا الحقيقه يعني زي ما نقول علاقه بهم مستمره ونزورهم وزورونا ونجيب منهم باستمرار، وفعلا شاعرين بأن الحاله بتاعتهم سيئه جدا والى اخره، ويعني في المساله الاخيره دي بتاعت الاعتقال لانهم اعتبروا هم ضحايا تالي. ايوه بقى عندهم تقدير خاص، وطبعا كثير جدا من الناس بالمناسبه اللي المعنيين بالحكايه دي عندهم معسكر داخل كوبري لا تلاقينا يعني، وكان بالنسبه لنا هم عاملين سبورت قوي جدا في انه انا جيت، لانه جيت طبعا امر بيهم. والمدهش كان في السجن حاجه فعلا مدهشه، كل الناس ديل وعدد كبير جدا منهم كمحكومين ولا معتقلين كانوا في الغالب من مناطق العمليات، وكانوا بالنسبه لنا يعني
مؤيدين تأييد كبير جدا. وكان الحاجة المضحكة برضو طبعا أغلبية السجانة من المنطقة ذاتها. فكان بيجي ماشي مثلا يسألهم يكبروا ويرحبوا كده، يقوم واحد بسلم عليهم الله ينصرك، العسكري معي آمين. العسكري معي آمين. عليها أنا بفتكر دي كلها صحيح مخلفات ماضي، صحيح لازم نخاطبها، لكن أنا أبدا ما استقلت. Imam Sadiq al-Mahdi, the honor to receive you here. Thank you very much. The former Prime Minister of Sudan. I know. This is the legal, the legal Prime Minister. We know about his history. McLaren, and it's an honor for us to receive you, and specifically for this seminar, because it's for the peace. Yes, indeed. And I hope God help you to have the peace everywhere in Sudan. Amen. Because it's not only north of Sudan, but all of Sudan. And around and Sudan for also. Thank you very much. Yeah, sit, have a photo. For that matter, they have prepared a lunch for your honor. Yeah. And this is why he is coming, so when you finish this one, you go for the lunch. Okay, thank you. Thank you. هو مسلم محمد أمين باتل. I come from an island in La Réunion. Do you know it's a French island? And my grandfather come from north of India. Near Pakistan, Gujarat. I'm Mahatma Gandhi, please. Yes. Gujarat. And the first things my grandfather do with all the families to make a mosque in La Réunion. And in La Réunion, you have also Catholic, Muslim, everybody live together. And it's what I wish for also for Sudan. And inshallah. Yes. Thank you. I make you some photos with your. It's possible. Yes. Oh, it's possible. Okay. Yes, sir. You will never know. He might be the next prime minister also. So yes, we have all of that. You have been you have been picked for the prime minister. He in particular. Bush, I think, yes, here. Yeah. I see the corner. Yeah. Thank you very much. And what is the next step for you, for all everybody? Well, we want to bring everybody on board so as to seek peace and democratic transformation. We hope that when all we are together, we can do that. But it's a big challenge. You might have the last of people here. I hope God help you. Yeah. Thank you very much. Inshallah. Allah. Are you happy? Amen. Okay. Yes, we are finished. No, yeah, yes, start. And I have a, how do you say, think, a pensée. Just think for Mark Laverne also. Okay. He called me this morning. He's in vacation. He called me this morning to ask if everything is okay. Yeah, no, thank you. Thank you very much. Greet him, please. Our regards. Yes. Yes, Mr. Ramin. Thank you very much. I don't want to disturb more. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, you have food for. Yeah. Food for where? Thank you. Maybe I'll see you this afternoon, but I'm not sure because I have some stuff to do. But maybe at the end of this. Thank you. Okay. I hope you good, the best for this meeting.
كلامنا ده لأسباب موضوعية وأسباب إنسانية برضو بيحتاج لمقدمات في زول، لأنه زي ما قلتوا جميعا اتفضلتوا إنه هو بمستواه ده بطريقته ده ما عارف. عشان كده أنا بالنسبة لي في طيلة العمل السياسي الما يمكن أكثركم إلا بعض الأحباب الآخرين يعني ما كان بالنسبة لي عندي شعور بتاع مشكلة بتاع شنو العمل المسلح شنو العمل السياسي. شكرا يا سعادة الإمام. لأنه دخلت في الحقيقة العمل السياسي عن طريق العمل المسلح ما يسلح، وبالتالي ده أتح لي فرصة بعتقد. تقصد المرتزعة يعني؟ أتعاطى مع العمل السياسي بصورة فيها خروج عن المألوف السياسي اللي هو أحزاب سياسية بتنافس انتخابات. التجربة دي لغاية هسه أنا ما مرت بها، وده خلاني من أول أتعامل مع زملائي في العمل السياسي مش من منظور إنهم ناس مختلفين معي سياسية، لأنه من عندهم حاجة ضدي، لاني اول من لقيتهم بيموتوا من اجل ما يؤمنوا به. اذا الحاجه اللي عندهم دي حقتهم وبيؤمنوا بها فعلا، لو انا مختلفه معها او ما موافقه عليها هي ما ضدي، هي ما حاجه عشان تانتاغونايز مي ولا عشان ينافسوني في مقعد ولا كده، انما حاجه بيفتكروها وبيموتوا من اجلها، ومش بيموتوا من اجلها كلام خشم يعني، قدامي ماتوا قدام فيها ناس انا بكون قاعدين معهم نتلفت نمشي 5 دقائق تقوم قام بلغم ولا يا الطياره ضربته ولا كده. وده من اول عشان كده خلاني اشعر بمسؤوليه مختلفه لما نجي للعمل السياسي بشكله المدني، انه فعلا الناس اللي هم مختلفين معي ديل ما ضدي لانه مشكلتهم معي، هم مختلفين معي لانه وجهه نظرهم، وبالتالي بقى من اول في نوع من الاحترام لهم والاحترام لاختلافه والتقدير له في إطاره، فيه مسؤولية. كنا بنأمل نحن مجموعة كبيرة من كوادر حزب الأمة إننا نقدر نساهم بهم في دفع العمل السياسي، خاصة ونحن من حزب من الأحزاب اللي بتصنف إنها الكبيرة والجماهيرية، لكن الله ما قيد لنا المسألة دي بصورة كبيرة جدا. دخلنا في فتنة إنه نحن نفسنا الكوادر المعسكرة حصلت الفتنة بتاعت المشاركة ومن المشاركة وأغلبهم مشوا هناك، وبالتالي ما بدنا نعمل الإمباكت اللي كنا بنفتكر نفسنا وتكلمنا عنه في المعسكرات إننا حنعمله على العمل السياسي، حنعمله على العمل على 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 على, على العمل العسكري في السودان. اشتغلنا في القصة دي، صرفنا فيها زمن، لكن unfortunately ده هسي من الحاجات الحق والناس يشوفوا طريقة يستفيدوا منها، لأنه دخلت بعد ذاك كوادر كثيرة أكثر عندها البعد السياسي بقوة والعمل العسكري. الشاهد دي حاجة من أول عشان كده خطتني بصورة مختلفة بفتكر، وبمسؤولية برضو مختلفة على قصر التجربة تجاه العمل السياسي. وفي الكلام ده عشان كده بفتكر زي ما قلت لدكتور الله يرحمه ويحسن إليه بروفيسور خالد كدولة، إنه أن إحنا جايين نشتغل شغل مختلف، الكلام اللي فيه مجاملات وكده جميل، ولازم الزول يتكلم مع الآخرين بصورة تخليهم يسمعوه مش يستطب ضده، اللغة بالتالي مهمة آية، لكن ما حتكون على حساب الشفافية والوضوح والصراحة، لأنه ما عندنا زمن، وما عندنا زمن نضيق ولا عندنا زمن للمنوبة السياسي اللي بيوغل في الصدور زي ما حصل الآن في السودان. عشان كده أنا بفتكر في بعض الـ 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 أنا عشان كده احتفيت جدا بالكلام اللي قاله أستاذ عبد الواحد، وفي كلام من جزء من اللي قاله الحبيب الإمام أنا عايز أكمله في كلام زيادة، لأنه أنا سمعته وعارفاه وفاهمة الكلام، والحبيب الإمام من منظور، وأنا دائما بقول الكلام ده إنه الحبيب الإمام رئيس حزب وسياسي لكن برضو مفكر واستراتيجي،
وبالذات الجانب بتاع المفكر ده ان احنا الكوادر السياسيه في الحزب بتاعه مرات كثيره بيخطنا في محلات عاده السياسيين الثانيين ما بيقدروا يروحوا فيها لانه يكون شغلهم شغل سياسي, وبالتالي لانه المفكر واجب انه يتكلم في كل شيء ويقول كل شيء حتى لو سياسيا ممكن يكون ما الافضل يقوله في الزمان والمكان المحلي. ودي بالتالي ده فاكت اوف لايف, قدر ما بنلقى منه بينيفيتس قاعدين نلقى منه يعني مرات دفعيات سياسية على مستوى آني وقبلاننا ده على مستوى علاقتنا مع أخوتنا في القوى السياسية ولا حتى في الإقليم. يعني إحنا مواقفنا قبل كده من إيران ومواقفنا الليلة مع حماس يعني إحنا بنقول مواقف لو الزول قالوا له سياسيا حق تقولها ولا ما تقولها ما ناس بتردله, لكن إحنا فاهمين المسألة دي وككوادر سياسية في حزب الأمة القوم يعني بنتكلم فيها على الأساس ده. بالتالي الكلام بتاع الفجر الجديد ده كلام مهم جدا لانه بيعكس الحاجه المهمه اللي اتكلمنا فيها كثير مع دكتور جبريل واستاذ ياسر واستاذ سترايو في اللجنه, انه نحن في كل العمل ده قاعدين دائما نهتم بالمساله الكونتكستشوال المحتوى ماذا نريد ان نتفق عليه, لكن ما قاعدين نولي بنفس القدر كيف نصل له. وده في واقع الامر كثير جدا مرات كثيره جدا بالبحث فيه بس خلال الخمس سنين اللي فاتت دي فجر كثير من المشاكل اللي ما كان في داعي للناس متفقين, لكن بروسيجر اللي بيمشي بصوره ولا بيعتبروا انه اولا شيء في مشكله ثقه بيناتنا دي فاكر لازم نعترف بها عشان نشوف نعمل تجاهها شو, مش عشان نحزن تجاهها او نوبخ نفسنا لكن عشان نشوف كيف نبنيها لانه احنا محتاجين نبنيها لانه نقول بلدنا في ازمه فلازم نعمل بصوره انها توحدنا. المساله الثانيه ان احنا في غضب شديد جدا بيناتنا والغضب بيخلي كل زول كلامه الأهم وأولويته الأولوية, دي لازم برضو نعرف بها عشان نشوف نخاطب إدارة نفسنا نحن نفسنا كقيادات سياسية وكيف نتكلم مع الآخرين عليه. مسألة الفكر الجديد أنا أخذتها زي ما قلت لهم كيسين بوينت للقضية دي بتاعت إنه الناس متفقين في جل الكلام اللي بيقولوا بنسبة لا تقل عن 80% لكن بعد ذلك بيدوا فرصة, وزي ما قالوا أستاذ ياسر قبالي أن إحنا قاعدين في نظام أهم قوة له الآن مع كل الهزيمة اللي فصلوا كل الأحباب اللي تكلموا يعني إنه عايش على خط التناقض بيننا دي قوته الأساسية. بالتالي أن إحنا لازم غير ما إنه البروسيجر مهم لازم نعرف إنه في واقع بياناتنا كده مكرس له إعلام قوي جدا وإعلام دؤوب وإعلام بيضرب طول الوقت ومكرس له مال كبير جدا جدا وقدرات أمنية واسعة. الشاهد نحن ما كان اصلا في خلاف, فنحن بنفتكر روحنا جينا لاخواننا في الجبهه الثوريه في شهر يوليو 2012 وقلنا لهم نحن عايزين نتكلم عن المؤتمر يجمعنا كلنا والاجنده بتاعته مع شكل المشاكل اللي كانت انذاك للاسباب التنظيميه هسه يمكن تفضل بها الحبيب الامام لرؤيه زول مهم كان وما زال في بالنسبه لي انا شخصيا على مستوى شخصي يعني عمي نصر الدين, ما في انسان بيشكك في مصداقيته ولا وطنيته ولا كده, لكن في الزمن ده عمل لنا مشاكل حقيقيه كانت في اللقاء معه, لكن بالرغم من ده اتجاوزناه على مستوى تنظيمي ومضينا. تم لقاء مهم كان بين الحبيب الامام ونظمه سيد نصر الدين نفسه في لندن مع استاذ ياسر ويتكلموا الناس على انه اهميه اللقاء ده, وكان ده بالنسبه لنا كلام مهم. لكن بروسيجرالي انا هسه يمكن كثير من الصوره اكمل لي استاذ تومهجو هنا في اللقاء النقاشات اللي تمت هنا. بالنسبة لنا احنا من منظورنا فجأة بعد ما اتفقنا انه هنعمل لقاء هنتفق على الاجندة بتاعته هنتفق على الحضور بتاعه طريقة الدعوة لهم والاجندة بتاعته وتمويل اللقاء ده, نكون فاهمين تماما دعينا للقاء من ضمن قوى الاجماع الوطني حتى في المرحلة الاولى كان من ضمن قوى الاجماع الوطني حتى بعد ذلك في مرحلة لاحقة اخذ بصورة مباشرة مع حزب الامة. تم تسمية دكتور صالح مناع, دكتور صالح مناع زول مساعد رئيس ومسؤول في الملف يعني ما مش زول جاي ولا لكن ده العمل كان اتصل بي استاذ ياسر وسيد مني انه يجي زول مننا من الداخل ولا ساره وانا ولا انا كنت انا بيرسونال لانه زي ما قلت لكم لاسباب كثيره سرعتي في الحركه اسرع من غيري كنت على استعداد, لكن بنقاش في مجلس التنسيق لقينا انه احنا حقيقه اللقاء ده ما عارفين المدعو له مين منو الناس الكانديديتس اللي معانا اللي بنتكلم الشركاء في المساله دي, واحنا رؤيه عندنا تفصيليه في منو يحضروا ومنو وكيف وشنو الاجنده والتمويل والفينيو
الفينيو كنا تكلمنا مع أستاذ ياسر حبيب الإمام تكلم في ساوث أفريكا فجأة تحول لكامبالا في ظروف مستقطبة شديد استقطاب أنا ذاك الغاية هسي زي ما عارفين ما بين كامبالا والخرطوم الشاهد كل الحاجات قلنا لأن إحنا الدعوة دعوتنا ما بنغيب عنها لأنه عندنا عدم وضوح حنحضر لا يحضر زول يعني عنده الصفة التنظيمية والقدرة وكل شيء لكن على الأقل ما من الناس جوا الناس الملزمين يكونوا عايشين جوا لأنه ما عارفين بعدك الكونسيكونسيس بتاعت المزألة حتودينا لوين وده اللي حصل لما تم الاتفاق بالمشاورات اللي كانت انتوا عارفينها تامة بين الداخل والخارج فيري برضه ده كلام ما فيه لبس ولا منقول بالنسبة لنا ولا ما معروف لكن نحن قبل كده عندنا تجربة مع كثير حتى مع أخوانا في الحركة الشعبية تحديدا يعني وناس الحركة الشعبية جناح من حركة التحرير حركة تحرير السودان الشاهد إنه لما عملنا مؤتمر جوبا الناس جو رئاسات الأحزاب نفسها رئيس الحزب ومعه ديليجيشن كامل لكن قالوا ندي فرصة لأجهزتنا تناقش الأمور دي وحتى جينا بعد ذلك حوالي بعد 3 أسابيع وقعنا في الخرطوم في 21 أكتوبر في 2009 عشان إنه اعتراف إنه في أجهزة وفي ناس وبيتم الكونسلتيشن بتاعهم فكنا مش عشان انتقاص للديليجيشن بتاع المسؤول مننا ما في زول يعني ما في زول مسؤول أكبر من رئيس الحزب يعني في مؤتمر جوبا رئيس الحزب شخصيا منتظر مش غيره ومعه ديليجيشن عالي جدا لكن بنفتكر إنه الأجهزة هاي لازم تكون عندها اطلاع وعندها شعور بأنها عندها دور وعندها يعني قرار في البيتين في الحزب الشاهد مع الكلام ده طوالي الكلام ده ما عرض للأجهزة بتاعتنا لقينا في الإعلام طوالي لقينا في الإعلام بصورة هسه أنا اليوم لما بيوري فيه مؤخرا الأستاذ وليد الأسبوع الفات إنه في اختلاف شوية في شكل التوقيعات وكده لكن المهم الشاهد إن إحنا أخذ الموضوع بالسيريس ده وما تكلمنا عنه في الإعلام مباشرة درسناه أول شيء في المكتب السياسي بعد ما تقدم برزنتيشن إنه الشكل ده شنو فيه من البوزيتيف الأشياء الإيجابية اللي بتحمل رؤانا وكانت كثيرة جدا وقفنا في 4 نقاط قلنا النقاط دي بشكلها ده ما موقفنا في حزب الأمة محتاجة لمزيد من المزيد من الحوار والنقاش ده قلناه بالتالي قلنا نعم ممثلنا ومشينا والكلام كله ده موقفنا وكده لكن في البيان الجاي في 4 نقاط في حزب الأمة نحن بالنسبة لنا بتستدعى مزيد من النقاش قبل ما نوافق عليه ده بالتالي أصلا ولا كان فيها نفران ولا إنكار ولا جينا زي ناس آخرين قلنا الكلام ده ما بيمثل ولا كنا حاضرين فيه ولا قلنا كلام ما مسؤول كلام درسناه على المكتب السياسي وطلع منه بيان بنفس الحيثية وبنفس الانضباط الشاهد إنه يعني دي واحدة من الحاجات اللي حقوا الناس يستفيدوا منها يعني يستعرضوها مهم ويستفيدوا منها أنا بفتكر برضو في بس في يعني حبيب بس سميحك عذرا في مسألة الإبادة الجماعية دي في مسألة الإبادة الجماعية دي إحنا ما ذكرناها لسبب تقني قانوني نحن في البيان اللي أشار له الحبيب الإمام في المؤتمر الصحفي بتاع يونيو 2004 ده قلنا في لقينا شواهد كثيرة جدا إنه ثلاثة مكونات سميناها باسمها هم أهن الفور وأهن المساليك وأهن الزغاوة حصل لهم قتل بصورة تنبي بإنه في حاجة أكثر من إنه يكون مجرد بالصدفة لكن هذا الأمر يستدعى مزيد من التحذيرات الكلام ده في يونيو 2004 وهذا البيان الصحفي أنا على كامل الاستعداد برضو أرسله لكم وحتى كان عنوان كل الكلام ده هذا أو الطوفان كان بيان مفصل تفصيلي فيه تقرير وكله بعنوان هذا أو الطوفان اللي هي ما نقدر نقول إبادة جماعية لأنه إبادة جماعية زي ما انتم عارفين تكنيكال تيرم تكنيكال ليجال تيرم لازم يتحصل له مسألة أساسية وزي ما قال بعد ذلك الحبيب الإمام الكلام اللي قلناه والمقترح اللي اقترحناه وجد كلام بصورة أساسية مع يعني وجد إصغاء من المجموعة الجاد في أكتوبر 2004 نفس الشيء بالنسبة لمحكمة الجنائية الدولية محكمة الجنائية الدولية أنا أذكر تماما أول ما طلع قرار من المحكمة بالقبض على رئيس الدولة تحديدا الإمام بعثنا لمسؤولين أنا ذاك كان موجود الوحيد من ناس اليو إن اللي هم عملوا القرار ده كان هو الموجود مشينا سيادة اللواء تظل بور مناصر وشخصية تكلمنا معه ونرون والله إحنا شاكرين لكم مسألة العدالة في السودان ودي مسألة مهمة وما في إسكيب لها لكن العدالة السلام عشان يجي في السودان داير له 3 مركبات العدالة والاستقرار والسلام نفسه عشان يبنى أنيحنا الآن بنفتكر مسألة العدالة ما في تخلي عنها لكن عشان التريد ده يتم المحافظة عليه لازم نفكر إنتو ونحنا في صيغة كيف نعمل بها المسألة في السودان عشان ينجح وبعد ذلك أنيحنا اللي عملنا مسألة المحاكم الهجين دي صغناها كفكرة واتقدمت لأمريكا وأمريكا طرحها في تقريره حول دارفور
طبعا بعدها كان فيك تخلي من كل الموضوع ده لاسباب التؤدربيع كيف انه يعني بيلهوه من حاجه لحاجه. لكن الشاهد المساله دي ان احنا صحيح جه بعد ده كلام انه الحبيب الامام ده قال البشير جلدنا وما جلدنا ما نجر فيه الشوك طبعا الكلام ده احيانا بقول انه بيتكرر في كل انا بسمع في كل الندوات اللي بلاقي فيها اخواننا بالذات في الخارج ومهم جدا اسمعوا الحبيب الامام. يعني ما يوم قلت له قالوا لنا كده ولا بقولوا كده لانه انا عارفاه كلام ما عنده لكن ده بيتقال بصوره كونسيستنت. نفس الشيء الكلام بتاع مخلب القط وما مخلب القطه يا حبيب انت بتتكلم بصوره اساسيه عن مساله كيف الحل العسكري بيعقد القضيه السودانيه وفي مرحله ما بعد انفصال الجنوب وارتباط العمل العسكري بانطلاقه من الجنوب بيحول المساله من بعدها الداخلي لبعدها الاقليمي وغير من القضايا دي اللي هو كلام هو بيتكلم فيه على على المستوى السياسي الفكري بصوره اساسيه. صحيح بعد ذلك بيجوا ناس يجوا يقولوا بيقولوا انتم مخلب قط وعملاء وكلام زي ده. صحيح قاعد يحصل حاجه زي دي في الاعلام ان احنا عندنا مشكله حقيقيه في الاعلام لازم برضو نطرحها انه 200 لانه اصلا بقى شكل التصريحات بتاعت القيادات انا بفتكر من اهم الاشياء بعد ذلك الناس يتفقوا عليها كيف تكون مضبوطه بضوابط محدده لانه ان احنا بنطلع بيانات في اي كلام قالوا عننا كذب طلعنا بيان. لكن بيان واحد من حزب الامه قدام رجل اعلامي يومي بالجرايد وبالراديو وبكل بكلماتهم هم ذاتهم اللي بيقولوها عننا الامام الصادق وطني بيقول الاخرين ده اي كان عملنا مس سياسي في 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 مرحله ما. لكن يكون معلوم انه ده في اطار صنع التناقض اللي تكلموا عنه الاحباب قبيلي بصوره مستمره. كيف نعمل له ضوابط من هنا لقدام لانه احنا ما ممكن نقاطع الاعلام شنو نعمل شنو شكل التصريحات شنو شكل المساله المضبوطه شنو الاعلام البديل اللي احنا نتفق عليه ونتكلم معه مين الناس الاهم دائما نتكلم معهم يكونوا مصدر اوثنتيكيشن بالنسبه لنا برضه الحاجات اللي نتكلم فيها يعني بصوره واضحه. انا طبعا يعني حياه في المراه وكده لكن حاسكت لغايتين اقدر الاهم في موضوع بشير جدا ده انا بتكلم عن انه بالضبط كان الكلام ده انا قلته الموضوع بتاع المحكمه ده موضوع مهم جدا احنا معاه كل شيء. نحن بنتكلم عن انه لازم نشوف طريقه نوفق ما بين المساءله والاستقرار لانه في جنوب افريقيا مع انه الاتروسيتيز العملاء البيض ضد السود اكثر بكثير جدا اتفقوا على انهم يعملوا مساءله عن طريق التروس اند كونسيليشن. على كل حال دي عشان يوفقوا ما بين المساءله والاستقرار. نحن لازم نفكر بالمنطق اللي في الاخر اقترحنا المحكمه الهجين. لكن في ناس ما بهمهم بيتكلموا بس بلغه الاندفاع بدون ما بيتكلموا عن المساءله بدون الاطار بتاع الاستقرار. دي الناس فهمهم جلدك ما جلدك ما جلدك بيرفعوا الشوك. لا بتكلم عن البشير ولا بتكلم عن لانه جوزيف بتاع يوغندا جوزيف كواني وغيره كلهم في المشكله دي انه ديل قالوا نحن حنمشي المحكمه والله ما بنقدر نمشي المحكمه عشان كده ما مش اتفاق السلام ما بنعمل. فانا بتكلم على الاطار ده فقلت طوال جات بكره الجرايد انه بشير جلدنا. انا ما قاعد اتكلم بالملق ده لا في بشير ولا غيره ولا ممكن اتكلم باي زول بمنطقة الملغ ده لكن بقى الشكل ده وقدر ما نتكلم على انه ده ما هم يقولوا الكلام. طبعا عند الناس اللي دايرين يشوفوا سقطات صحيح ممكن الزول يقول فيه كلام فيه سقوط لكن فيه سقطات بيقوا يركزوا على انه فلان ده بيفتكر هو البشير ذاته اكثر زول زعلان من يزعل شيء جدا لانه في كل المجالات دي لما تكلموا عن الانتخابات وفي الحوار وفي الكلام انا قلتها. وبالمناسبه انا الوحيد اللي قدم للبشير ضمن الكونتكست ده انه انت لا تصلح تكون رئيس للدوله لانه انت بعاقب السودان بوشك وكتبت لي مذكره 24 والمذكره دي كانت الفكره فيها ان شايفين الخطر جاي في الحرب في جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق عشان تجنب الحرب دي في 24 مارس 2011 كتبت لي مذكره بعد ما لقيته سلمت لي مكتوب يا اخي انت ما تقدر تحكم السودان لانه في كذا وكذا وكذا بيعاقبونا بوشك بيعاقبونا بوجودك فيما يتعلق بعفو الدين وفي ده 2011 2011
قبل الحرب بتاعت جنوب الفار يوم الأزرق. أنا بقترح أنت تدعوني أنا والمرغني ونقود فقدك حي ومالك والسيسي تجاني سيسي محمد أحمد ومحمد موسى محمد أحمد وعلي عثمان طه والترابي تدعونا نحن التمنية كم نكتب الاسماء أي أنت أيوة تدعونا نحن في اجتماع وتقول لنا ما سيسي كان مني أيوة نحن البلد دي أيوة البلد دي نحن شركاء فيها وأنا أمامي كذا وكذا من المشاكل أنا بقترح هو أنا بقترح تقبل البرنامج الآتي أديته برنامج مع 10 نقاط اقترح عشان يقولوا لنا في الاجتماع ده وأنا داير نتفق على رئاس وفاقي رئيس وفاقي عشان ينفذ البرنامج ده أنا خياراتي أن أنتوا ترشحوا 3 أنا أختار منهم 1 أو أنا أرشح 3 أختار منهم 1 لكن أنت تقول أنا متنازل وانتوا الثمانية تختاروا المعادلة دي الترابي مني علي عثمان موسى محمد أحمد الميرغني ومالك وتاني من ونقود نقود ونقود وتقول لنا صاحب الاقتراح صادق أيوة أوكي وعلي عثمان والبشير الرجال البلع علي عثمان والبشير أيوة علي عثمان البشير يقول لنا الكلام ده فهو ما قال لي هذا الأحزاب الشرعية ما قال لي لا ولا قال لي نعم ما قال لي لا ولا قال لي نعم قلت لي عشان الموضوع ده ما يبقى كلام عام أنا بديك لي مكتوب وسلمت لي مكتوب الحصل طبعا هو صرف النظر عن ده رسلوا لي زول أنت الكلام ده يعني تقبل رئاسة البشير لكن ننشئ منصب رئيس وزراء تبقى انت رئيس الوزراء انا ابقى رئيس الوزراء واصف النظر عن الفكره دي والبشير يستمر فانا قلت له احنا ما دايرين مساومه وانا ذاتي ما داير ادخل انا ما بدخل في حاجه ما منتخب فيها اذا كنت انا قلت الامامه ما بدخل فيها اذا منتخب ادخل منتخب فيها ما بدخل في حاجه ما منتخب فيها لكن نتفق على انسان وفاقي رئيس وفاقي للفتره الانتقاليه انا ما داخل في المساومه زي دي يعني ما مستعد اقبل اي كلام وده معناه نعدل الدستور يعني نعدل الدستور عشان يدوني رشوه سياسيه انا مستعد اقبل في الكلام ده على اي حال دي الخلفيه بتاعت بتاع الكلام ده انا بفتكر انه دلوقتي نحن اذا كان الموضوع الماضي ده ممكن نتكلم عنه يعني اذا كان لازم اي حاجه لكن هسه نركز على الهسه دي نظام جديد نعمله كيف النظام الجديد ده بعد ما يقوم مسؤولياتنا فيه شنو العلاقه بيناتنا شنو نلم الناس الثانيين حول القضيه دي كيف وأنا في رأيي ده كله ممكن لأنه أنا شايف هسه الفرصة زي ما أنا أمس قلت قام رشيد داير يشيل يعمل بيها كوتيشن أنا قلت له والله الناشر هو عمل الكورة الكورة فقط ستة ستة ما نشوطه برا ما نشوطه برا ما نشوطه أوت فقام هو قال له أنت عرفتها الرياضي لكن الدكتورة مريم مرضى رياضية المرياضي ما بتابع الكورة السودان الثقافة لما ترجوت طيب نقوم شكرا جزيلا سيد الإمام نحن نشوف الناس دي ما فيها خلاف البند الحالي البند محسوب يا يا حبيب بالمناسبة في قصة العريس وما العريس في بالك دي كانت عايز أتكلم فيها لكن قصة العريس وما العريس دي قال يعني نحن العريس داخلنا بس وكذا صحيح يمكن يعني يعني حتى الجنريشن كان في ناس انا عايز اقعد ديكور ما اعرفش الكلام ده تيجي من العاملين لا 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 ل